السلام عليكم خوتي، عندنا اليوم موقع تعدين عملة لايتكوين. قبل بداية الفيديو نصلي على الحبيب مصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم على نبي محمد. هنا كما تلاحظوا تضع عنوان الأدرس لعملة لايتكوين، وهنا كلمة السر لا تقل عن 4 أحرف، ثم تضغط هنا لبدأ التعديل. نذهب مباشرة إلى محفظة فوسيت باي. لم يعرف محفظة فوسيت باي، تأتي تفتح معك بهذه الواجهة. بعد ذلك تضغط على والت، تنزل أسفل، تأتي إلى هنا، تضغط هنا ديبوزيت، وتنسخ العنوان. ترجع للموقع، نضع العنوان ونضع كلمة السر ونضغط يبدأ التعديل. كما تلاحظوا هنا الخطط، اللي يحب يقوم بالخطط، ولكن ما ننصحكمش. اضغط في الأعلى هنا الداشبورد، هنا تكليكي لكي تؤكد الإيميل تاعك. تنزل أسفل هنا تجد ربط الإحالة الخاص بك، كما شاهدوا هذا هو ربط الإحالة. راح نأكد الحساب، هنا خواتي إذا راحت منك كلمة السر تضغط هنا لاسترجاعها فقط، ونترك الموقع يقوم بالتعديل. في اليوم كما تلاحظون هنايا، في اليوم هذه القيمة اللي يعطيها لك الموقع. معدل الكسب تاعك هذا هو، نضغط على ويدرو، الحد الأدنى للسحب هذا هو، تضع المبلغ هنا، العنوان هذا هو، تضغط تأكيد السحب. المهم نخلو الموقع يقوم بالتعديل أوتوماتيكيا، حتى ولو نغلق الموقع يبقى يتعدل، لأنه موقع تعدين سحابي وليس يعني عبر الأجهزة. كان هذا الشرح خاوتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.